السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي طلاب ثالثة ثانوي في حلقة جديدة هنكمل فيها حل تدريبات كيرشوف من كتاب الامتحان. افتح معايا الكتاب صفحة 96، صورة رقم 27 بيقول في الدائرة الموضحة احسب قيمة الاي 1، رقم 2 احسب قيمة الجهد على المقاومة 12. الصورة دي من المسائل هي الصورة الأكثر انتشارا، يعني في الحلقة اللي فاتت كان عندنا مسائل يا إما بطبق كيرشوف الأول او بطبق كيرشوف الثاني، لكن مسائل الامتحان بطبق فيها كيرشوف الاول والثاني. طيب امتى بطبق كيرشوف الاول والثاني؟ لما يكون المساله عندي فيها ثلاث مجاهيل، فالمساله اللي قدامك فيها اي 1 واي 2 واي 3. طيب خطوات حل مسائل الثلاث مجاهيل او ما اكثر من ذلك. رقم واحد، لازم اتاكد ان كل فرع فيه مقاومه واحده فقط، يعني الفرع ده ده فرع اللي انا ماشي معاه بالقلم، النقطة دي كانت نهاية الفرع، يبقى الفرع بادئ من A وانتهى عند B. الفرع ده فيه مقاومة واحدة فقط اللي هي 12، كده تمام. طب الفرع اللي فيه اي 1 فيه كم مقاومه؟ فيه مقاومه 6 اوم فقط، تمام كده. الفرع اللي فيه اي 2 فيه كم مقاومه؟ 3 و2 مقاومتين، لا لازم اجيب المحصله بتاعتهم، بما ان المقاومتين مع بعض توالي يبقى كده 3 و2 5. يبقى اول خطوه لازم اتاكد ان كل فرع فيه المقاومه واحده فقط، المقاومه دي هي المقاومه الكليه للفرع. فلو هنقل المساله دي هنقلها بالشكل ده، انقل الفرع اللي فيه اي 3، اول حاجه تنقلها هي البطاريه. البطارية 18 فولت والقطب الموجب لأعلى، أنقلها بالشكل ده أهو، 18 فولت والقطب الموجب لأعلى. وكان بيمر بها التيار أي 3، التيار أي 3 بيمر فيها منين؟ شايف ماشي من A ل F ل A ل B، ده اتجاهه. يعني لو وضحت على السهم شايف اتجاهه أي 3، يعني كان ماشي في السهم بالشكل ده كده. يعني التيار داخل البطارية من السالب وخارج من الموجب، ده التيار. ومتصل بمقاومة مقدارها 12 أوم، ده كده الفرع اللي فيه التيار أي 3. ننتقل للفرع اللي فيه أي 1، فيه مقاومة واحدة فقط 6 أوم، فيه بطاريات مفيش، خلاص هنقله زي ما هو كده، مقاومة 6 أوم والتيار بتاعها أي 1 كان لأعلى، فأنا بنقل المسألة نسخة من الموجود. البطارية الأخيرة 21 فولت وقطبها الموجب لأسفل، وكان متصلة بمقاومتين 3 و2 على التوالي، يعني أقدر أستبدلهم بمقاومة مقدارها 5 أوم. وكان بيمر بها التيار أي 2، كده المسألة. يبقى أتأكد رقم واحد إن كل فرع به مقاومة واحدة فقط. رقم اتنين، المسألة هنا كانت سهلة إلى حد ما لوجود التيارات واتجاهاتها. بعض المسائل مش هيكون عندي لا التيارات ولا اتجاهاتها، انا اللي بفرض التيار وبفرض اتجاهه، يعني انا اللي بسمي اي 1 واي 2 واي 3 وانا اللي بفرض الاتجاهات. ولو الحل في الاخر طلع بالموجب يبقى كان فرضك صح، ولو طلع بالسالب يبقى كان فرضك غلط وتروح تغير الاتجاه. رقم 2، بعد ما هيأت رقم 3، بعد ما هيأت المساله للرسم للحل بحساب المقاومه الكليه لكل فرع، رقم 2 فرض التيارات ان لم تكن موجوده، رقم 3 تكوين المعادلات. وتكوين المعادلات دي هي الخطوه الاهم، خطواتها اول معادله دائما من كيرشوف الاول. اول معادله دائما من ايه؟ من كيرشوف الاول. كان بيقول ايه كيرشوف الاول؟ كان بيقول مجموع التيارات الداخله عند نقطه يساوي مجموع التيارات الخارجه منها. طيب عند نقطه، هل دي نقطه؟ لا مش نقطه. ليه؟ النقطه اما بيحصل عندها تجزئه للتيار او تجميع للتيار، فلو كان داخل هنا اي 3 هيخرج من هنا اي 3 مجرد غير اتجاهه فقط، لا يزيد ولا يقل. لكن التيار وهو داخل عند النقطه دي، الاي 3 داخل هنا والاي 1 كمان داخل وخارج من هنا اي 2، ايوه النقطه دي نقطه تجميع للتيار. يبقى عشان اقول نقطه تجميع يبقى لازم على الاقل تكون متصله بثلاثه افرع او اكتر، يبقى اقل حاجه نقطه تجميع او نقطه تجزئه لازم يكون عندها ثلاث افرع. ابدا اختار النقطه دي واطبق عندها كيرشوف الاول واقول الداخل، فداخل لها اي 3 واي 1 وخارج اي 2، فالداخل اي 1 واي 3 وخارج اي 2، دي كده المعادله الاولى. يبقى المعادله الاولى دائما من كيرشوف الاول. الخطوات دي انا قلتها لك اخر حاجه في الفيديو اللي فات، فتقدر تكتبها ورايا او ترجع تاخدها سكرين شوت من الفيديو اللي فات. يبقى المعادله الاولى من كيرشوف الاول، الداخل بيساوي الخارج، باقي المعادلات من كيرشوف الثاني. وخطوات حل الكيرشوف الثاني كان بيقول مجموع القوى الدافعه الكهربائيه يساوي مجموع الجهود المستنفذه عند كل مسار مغلق. وخطوات تكوين معادله من كيرشوف الثاني، رقم واحد اختر مسارات بعدد المعادلات المطلوبه. انا دلوقتي كونت معادله واحده، لسه محتاج كام معادله؟ ده انا كان عندي ثلاث مجاهيل، والرياضه بتقول لي بعدد المجاهيل كون معادلات، كونت معادله يبقى لسه معادلتين عشان يكون عندي ثلاث معادلات. كيرشوف الثاني كون لك المعادلتين، يبقى انت محتاج مسارين. انا مثلا كإيهاب اخترت المسار ده وسميته المسار الاول، والمسار ده وسميته المسار الثاني.
يبقى كده اختر مسارات بعدد المعادلات وسميها. فانا اخترت مسارين وسميتهم 1 و2. رقم 2، افرض اتجاه المسار مع او ضد عقارب الساعة. ففي مهارة صغيرة كده، وانت بتفرض اتجاه المسار حاول تكون اكبر بطارية، ان وجد اكتر من بطارية تكون اكبر بطارية بالموجب. يعني ايه بالموجب ويعني ايه بالسالب؟ فاكر لما كنت بقول لك لو معدي على مقاومة وده تيارها، لو المسار معاها يبقى فرق الجهد بين طرفيها موجب، ولو المسار عكس التيار يبقى فرق الجهد بين طرفيها سالب. اما لو معدي على بطارية فالموضوع هيختلف شوية. البطارية انا عارف ان التيار بيدخل من السالب وبيخرج من الموجب، فلو المسار من السالب للموجب يبقى القوة الدفع موجبة، ولو المسار عكس التيار يعني داخل من الموجب للسالب تبقى سالب في بي. نكمل بقى، اروح اقول له الحل التقليدي بقى للمسائل او الحل الكلاسيكي، بما ان الاسئله المقاله رجعت تاني فهنتحاسب على الخطوات. كوننا المعادله الاولى، اقول له بما ان في المسار الاول اللي انا سميته 1 مجموع القوة الدفع الكهربيه يساوي مجموع الجهود المستنفذه. اروح عند المسار الاول واقول له ركز كده، انا هبدا تجميع من النقطه دي، اسمي دي نقطه البدايه، فهلف في المسار وارجع لها تاني. هتجمع مين الاول؟ هجمع البطاريات. ابدا كده من نقطه البدايه، في هنا بطاريات، ايوه في هنا بطاريه، قيمتها قد ايه؟ 18 فولت. طيب انا كنت فرض المسار مع ولا ضد عقارب الساعه؟ هفترض ان انا فرضت ده مع عقارب الساعه. طب والتاني ينفع افرضه هو كمان مع عقارب الساعه؟ ايوه ينفع. ده بفرضه عكس عقارب الساعه؟ ايوه ينفع، بس حاول وانت بتفرض تكون البطاريه الموجوده موجبه. فعشان البطاريه الموجوده تكون موجبه هفترض المسار مع عقارب الساعه عشان يدخل لها من السالب للموجب. يبقى كده انا معدي على البطاريه من السالب للموجب، يبقى من الموجب تبقى 18. في بطاريات تانية انا ماشي لحد ما رجعت النقطه البدايه مره اخرى، كده ما عادش بطاريات، احط يساوي. الخطوه التانيه هجمع الجهود المستنفذه على المقاومات. ابدا من نقطه البدايه مره اخرى ومر في الدايره لحد ما يقابلك مقاومه، في هنا مقاومه 12. فين تيارك يا مقاومه؟ ركز كده مع المقاومه دي، فين تيارها؟ اي 3. الاي 3 ده اتجاهه مع المسار ولا عكسه؟ انا ملاحظ ان هو مع المسار، شايف ده رايح كده وده رايح كده، الاثنين مع بعض، يبقى بالموجب، يبقى 12 اي 3، لان الجهد كان بيساوي ايه؟ اي في ار. كمل، في مقاومات، ايوه في مقاومه هنا هي 6 اوم، فين تيارها؟ اي 1 ولا اعلى، والمسار نازل، الاثنين متضادين، يبقى بالسالب، سالب 6 اي 1. كمل، لسه في مقاومات، كده خلاص انتهت، يبقى كده المعادله الثانيه. لسه محتاج معادلة كمان، أقول له في المسار التاني summation ال VB يساوي summation I في R. همشي في المسار ده أجمع الأول البطاريات، هحط هنا نقطة بداية وأمشي أجمع، في هنا بطاريات مفيش، في هنا بطاريات مفيش، في هنا بطاريات أيوة، والمسار ده خلاها من السالب للموجب تبقى موجبة 21 فولت. لسه في بطاريات تانية؟ لأ، يبقى خلاص يساوي. الجهود على المقاومات، هبدأ تاني من نقطة البداية، في هنا مقاومة أيوة في 6، فين طيارها؟ اي 1 لاعلى، والمسار كان اتجاهه الاعلى، الاثنين متفقين مع بعض يبقى بالموجب، يبقى 6 اي 1. كمل، في هنا 5 طيرها اي 2 ومع المسار، يبقى موجب 5 اي 2. لفيت اللفه ورجعت تاني، كده خلاص كونت المعادله الثالثه. عشان احل الثلاث معادلات مع بعض موضوعها رخم شويه لو هتحلها بايدك، فهنحلها بالاله. نحلها بالاله ازاي؟ الاله جهاز ما بيفهمش، حافظ مش فاهم، عشان هو حافظ فاحنا لازم نكون مدخلين المعادلات بشكل مرتب عشان يقدر يتعامل معاها. فيبقى الخطوه الرابعه اللي هي بعد تكوين المعادلات، ارتب المعادلات. ارتبها ازاي؟ الاله عايزه المعادلات بشكل منظم بحيث تكون المتغيرات في طرف والثوابت في طرف. فاروح للمعادله الاولى، انا شايف ان المعادله الاولى اي 1 زائد اي 3 بيساوي اي 2، اقول لها لا انت ما ينفعش تترتبي كده، انت ترتبي بالشكل الاتي، الاي 1 ويكون بعدها الاي 2، فالاي 2 بره، تعال ندخلها جوه بالسالب، تبقى سالب اي 2 زائد اي 3 هيساوي كام؟ انت مش دخلت الاي 2 جوه، يبقى لسه باقي بره صفر. دي كده المعادله الاولى. طيب باقي المعادلات، تجيب الاي 1 تحت الاي 1 والاي 2 تحت الاي 2 والاي 3 تحت الاي 3، روح للمعادله الثانيه، فين الاي 1؟ سالب 6 اي 1، تيجي تحت الاي 1 اللي شبهها تبقى سالب 6 اي 1. فين الاي 2 في المعادله دي؟ مفيش اي 2، ده في اي 1 واي 3 و18، فين الاي 2؟ مفيش، احط مكانها صفر. الاي 3 ب 12 اي 3 يساوي الحد المطلق، يجي تحت الحد المطلق كان ب 18. دي المعادلة التانية. المعادلة التالتة تترتب بنفس النظام، الاي 1 6 اي 1 زائد 5 اي 2، فين الاي 3 في المعادلة دي؟ مفيش اي 3، يبقى صفر.
يساوي الحد المطلق 21. يبقى كده الخطوة الرابعة ترتيب المعادلات. طب الخطوة الخامسة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أخش على الآلة، وهي دي الخطوة الخامسة والأخيرة. أدخل على الآلة، المفروض الآلة بتاعتك بالشكل ده كده، آلة عادية. عايز أحل معادلات، أروح عند زرار مود equation، في equation بقى على حسب هي موجودة عندك عند رقم كام، اللي هي EQND، فهي موجودة عندي على الآلة عند رقم 5، فأروح كده عند رقم 5 وأضغط 5. ظهرت قدام الشاشة دي، أنا عايز معادلة فيها ثلاث متغيرات من الدرجة الأولى. فلو ركزت في المعادلة التانية هتلاقي في X و Y و Z وحد مطلق. أيوة أنا عايز المعادلة دي عند رقم كام؟ 2. وفي آلات هتكون فيها عند رقم 1، يبقى أنا أركز إن أنا محتاج معادلة فيها ثلاث متغيرات من الدرجة الأولى. يظهر قدامك شاشة بالشكل ده، إيه اللي يدخل لها؟ المعاملات. يعني إيه المعاملات؟ يعني لو جيت تركز في المعادلات اللي أنت كونتها دي، الـ I 1 مفيش قدامه رقم، يبقى المعامل بتاعه 1. الـ I 2 مفيش قدامه رقم، يبقى سالب 1. الاي 3 بواحد، الحد المطلق بصفر. المعادله الثانيه معامل الاي 1 بسالب 6، الاي 2 بصفر، الاي 3 ب 12، الحد المطلق ب 18، الاي 1 ب 6، 5، 0، 21. يبقى المعاملات الارقام الموجوده قدام المتغيرات هي اللي هتدخل على الاله. تدخل ازاي؟ اروح ادخل المعادله الاولى، معامل الاي 1 بواحد، اهو هضغط على 1، وعشان انتقل للخانه اللي بعدها هضغط يساوي. الخانه اللي بعدها سالب 1 كمان يساوي. الخانة اللي بعدها 1 يساوي، الحد المطلق 0 يساوي. أول ما تضغط الحد المطلق اللي هو آخر حاجة موجودة في المعادلة الأولى هينزلك على المعادلة التانية لوحده. الحد المطلق للأي 1 سالب 6 يساوي 5 يساوي، عفوا اللي فات ده مش 5 ده 0، 0 يساوي 12 يساوي، الحد المطلق ب 18 يساوي. نزلت على المعادلة التالتة، 6 يساوي 5 يساوي 0 يساوي، الحد المطلق 21 يساوي. كده خلاص دخلت الثلاث معادلات. اول يساوي هيطلع لك الاي 1، ايه ده؟ بيطلع لي اكس، ما هي الاكس هي الاي 1. فاول متغير هيطلعه لك الاكس هو الاي 1، الواي هو الاي 2، والزد هو الاي 3، لانك مدخل ايه، اي 1 اي 2 اي 3. فالمتغير الاول الاله بترد عليه باكس، المتغير الثاني الاله بترد عليه بواي، المتغير الثالث الاله بترد عليه بزد. فالاكس بواحد، يبقى الاي 1 بيساوي 1 امبير. كمان يساوي لو محتاج الاي 2 ب 3، كمان يساوي طلعت الاي 3 بكام؟ ب 2. طيب انا حليت المساله وعايز اتاكد حل صح ولا غلط، اخد النواتج اللي طلعت معايا دي واعوض بيها مثلا في اي معادله. تعال نروح كده نعوض بيها في المعادله الاولى. يعني لو حطيت مكان الاي 1 1 ومكان الاي 2 2، فتبقى ناقص 2 زائد الاي 3، كانت الاي 2 كانت ب 3 ماشي، والاي 3 زائد 2، 1 ناقص 3 سالب 2، سالب 2 زائد 2 0. ايوه ده طلع بيساوي 0. ايه ده؟ ده حققت المعادله الاولى، يبقى النواتج اللي انت طلعتها صح. يبقى الاي 1 1 امبير، وهو ده الناتج اللي كان مطلوب. الاي 1 1 امبير، الاي 2 3 امبير، الاي 3 ب 2 امبير. المطلوب الثاني كان طالب فرق الجهد بين طرفي المقاومه 12. يعني لو وصلت فولتميتر هنا بين طرفي المقاومه، ففرق الجهد بين طرفي المقاومه كان بيساوي اي في ار. الاي اللي بيمر خلال المقاومه ده اللي هو اي 3 كان بكام؟ ب 2. قيمه المقاومه ب 12، 2 في 12 ب 24 فولت. سؤال 28، من الدائرة المقابلة تكون شدة تيار اي 1 واي 2 والفي بي بكام؟ في كم مجهول؟ 1 2 3. نروح للحاج كرشف. يا عم كرشف عايزين نحل المسألة دي، فيها تلات مجاهيل، أول معادلة من كرشف الأول. طيب أروح عند النقطة إيه؟ لا ده بالنقطة بي؟ لا دي مش نقطة، النقطة سي؟ أه ممكن. طب النقطة سي داخل لها مين؟ داخل لها اي 3 وداخل لها اي 2 وخارج منها اي 1. يبقى وأنا بكون أول معادلة أقول له الداخل من المعادلة الأولى كرشف الأول، فالداخل بالنسبة للنقطة سي اي 2 زائد اي 3 وخارج اي 1، دي المعادلة الأولى. واداني قيمة الاي 3 ب 34%، يعني ممكن اكتب المعادلة بالشكل ده كده، اي 2 زائد 34% يساوي اي 1. باقي المعادلات من كيرشوف الثاني، تعال نكون باقي المعادلات من كيرشوف الثاني. انا شايف ان هو هنا فرض المسارات وفرض اتجاهاتها كمان، يعني فرض المسار الاول وفرض اتجاهه عكس عقارب الساعه مع عقارب الساعه، وفرض الثاني عكس عقارب الساعه،
وعايز نكمل المسألة بالمسارات المفروضة دي، هروح أقوله في المسار الأول اللي أنا فيه ده، summation ال VB يساوي summation I في R في المسار الأول، summation ال VB يساوي summation I في R. هنحط أحط نقطة بداية عشان أبدأ تجميع منها وأجمع أول حاجة البطاريات. امشي امشي كده، في بطارية في بطارية في بطارية في بطارية، أيوة في بطارية. المسار داخلها منين لفين؟ داخل من السالب وخارج من الموجب، يبقى داخل صح، يبقى اخد ال في بي بالموجب 9 فولت يساوي. هبدأ تاني من نفس نقطة البداية، أجمع الجهود المستنفذة، في هنا مقاومات 3، فين تيارها؟ أي 2، ومع المسار يبقى بالموجب 3 أي 2. كمل، في هنا مقاومة 6، فين تيارها؟ أي 1 ونازل، مع المسار يبقى بالموجب يبقى 6 أي 1. ما عادش مقاومات ورجعت لنقطة البداية، يبقى كده دي المعادلة التانية. نروح نكون المعادلة التالتة، نقول في المسار الثاني summation ال VB يساوي summation I في R. في المسار التاني هجمع البطاريات، هفترض مثلا دي نقطة البداية اللي هبدأ منها وامشي مع المسار، في بطاريات هنا، في بطاريات، ايوه في بطاريات، قيمتها لقوة الدفع الكهربية بكام؟ مجهولة، وقيمتها VB، والمسار داخلها من السالب خارج من الموجب، يبقى اخد اشارتها موجب VB. في بطاريات تانية؟ لا، يبقى يساوي. هبدأ تاني من نقطة البداية، أجمع الجهود المستنفذة عند المقاومات، فين المقاومات؟ فين المقاومات؟ في هنا 6، وطيارها أي 1، ونازل مع المسار، يبقى بالموجب 6 أي 1. في هنا مقاومة 4، فين طيارها؟ أي 3 اللي هو 34%، وطالع مع المسار. شايف لو كملت المسار بالشكل ده كده، فاتجاه التيار والمسار الاتنين مع بعض، يبقى بالموجب أي في آر 4 في 34%، 4 في 34%، يطلع 1.36%. كده انا كونت 3 معادلات. بعد ما كونت الثلاث معادلات، المعادله الاولى والثانيه والثالثه، هأطبق نفس الخطوات اللي اخدتها في المساله اللي قبلها، اللي هو اروح للمعادله واشوف معادله فيها ثلاث متغيرات من الدرجه الاولى وثابت. المعادلة دي هتوقفنا شوية، أو المسألة دي هنتوقف عندها شوية. ليه هنتوقف عندها شوية؟ يعني أنت كان عندك في المسألة اللي فاتت الثلاث معادلات فيها ثلاث متغيرات أي واحد وأي اتنين وأي ثلاثة. فالمعادلة الأولى هنا فيها أول متغيرين أي واحد وأي اتنين. المعادلة الثانية فيها متغيرين أي واحد وأي اتنين. المعادلة الثالثة فيها أي واحد وفيها في بي اللي هو ضيف جديد ما كانش مجهول في المعادلات اللي فاتت. فما اقدرش استخدم المعادله اللي فيها ثلاث متغيرات من الدرجه الاولى، لان الفي بي ما كانش مجهول لا في الاولى ولا في الثانيه وما جاش فيها خالص. طب احلها ازاي؟ هبدا اقول لك، هو مش انا عندي معادلتين فيهم نفس المجهول اي 1 واي 2 وهنا اي 1 واي 2، ما تيجي نحل المعادلتين دول مع بعض الاول. ازاي احل المعادلتين دول مع بعض؟ هتخيل ان انا ما عنديش غيرهم، اروح ارتبهم واقول المعادله الاولى تترتب ازاي عشان الا تفهمها. ادي الاي 1، المتغيرات لازم تكون في طرف واحده، الاي 2 تعدلها بعكس الاشاره تبقى ناقص اي 2 يساوي الحد المطلق اللي هو 34%. المعادلة التانية الاي 1 يجي تحت الاي 1، فالاي 1 كان بستة اي 1 زائد 3 اي 2 يساوي الحد المطلق بتسعة. وحل المعادلتين دول مع بعض الاول. ده بحلهم مع بعض ازاي؟ اروح للآلة اقول لها يا آلة انا عايز احل معادلات، يعني مود ايكويشن، الايكويشن معايا على الآلة بتاعتي عند رقم 5، عايز احل معادلتين فيهم متغيرين من الدرجه الاولى. شايف الاكس واي دول بس معادلتين من الدرجه الاولى، عند رقم كام؟ عند رقم واحد. ادوس على رقم واحد وابدا ادخل المعاملات. المعامل للاي واحد كان بواحد يساوي اي اتنين سالب واحد يساوي الحد المطلق 34% يساوي، نزلنا على المعادله اللي بعدها، الاي واحد معامله بسته، الاي اتنين تلاته، الحد المطلق بتسعه يساوي. يبدأ بقى يديني اي 1 واي 2. الاكس هي الاي 1، اضغط بقى على الاس دي عشان تيجي رقم، شايف الاس دي اضغط عليها 1 و11 من 100، يبقى الاي 1 طلع ب 1 و11 من 100 امبير. طب الاي 2 كمان يساوي، ونشوف الواي تطلع بكام، 77 من 100 امبير. بس هو ما كانش عايز لاي 1 ولا اي 2، ده كان عايز الفي بي. هي مش الفي بي كانت بتساوي 6 اي 1 زائد 1.36%، تعويض مباشر، يبقى الفي بي هيساوي 6 في الاي 1 انت مطلعها بكام، 1.11% زائد 1.36%، تعويض مباشر. نرجع الاله لوضعها، مود 1 6 في 1.11% زائد 1
36 من 100 يطلع بيساوي 8.2 من 100. نشوف الاختيارات، قيمة ال VB 8.2 من 100، قيمة ال I2 77 من 100، قيمة ال I1 كانت 1.11 من 100. يبقى دال أ ج دال أ د. ده السؤال، يلا بينا على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 29 بيقول لك من الدائرة الكهربية الموضحة احسب الاي 1 والاي 2 والاي 3. مسألة كلاسيكية جدا جدا جدا، اطبق عليها اول خطوة وهي ان كل فرع يحتوي على مقاومة واحدة فقط وهي المقاومة الكلية لكل فرع. تمام، يعني وانت بتنقل المسألة هنقل المسألة بالشكل ده. اقول ثانية واحدة، شايف الاي 1 ده الفرع بتاعه فين؟ اهو، في كام مقاومة؟ في 1 اوم وفي 9 اوم على التوالي مع بعض، يبقى المقاومة بتاعت الفرع ده بكام؟ ب10. فانت بتنقل الفرع، انقل البطاريه الاول. البطاريه كان الموجب لتحت والسالب لفوق، اهو ده الموجب لتحت والسالب كان لفوق، وقيمتها كانت 3 فولت، وقيمه المقاومات الموجوده بها 10 اوم. نروح للفرع الثاني اللي فيه اي 3، في كم مقاومة؟ ركز كده، في بطارية 7 فولت ومقاومة واحدة فقط 3 أوم، يعني يتنقل زي ما هو. المقاومة 7 لأسفل، القطب الموجب بتاعها لأسفل والسالب لفوق، وقيمتها 7 فولت، وخارج منها مقاومة مقدارها 3 أوم. نروح للفرع اللي فيه أي 2، شايف الأي 2 ماشي في الفرع ده كله. ايه الفرع الكبير ده؟ هات المقاومة الكلية للفرع. انا شايف ان هنا في 3 مقاومات توازي، 6 و9 و18. تعال ناخدها كده واحدة واحدة. 6 في 9 على 6 زائد 9، 6 في 9 على 6 زائد 9 تطلع ب3.6. دول كده ب3.6. اخد ال 3.6 في ال 18، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. 3.6 في 18 على 3.6 زائد ال 18 يساوي 3. يبقى المقاومة الكلية للثلاث مقاومات دول ب3 اوم. ال 3 مع ال 5 8، 8 مع ال 2 10. يعني الفرع ده كله كده مقاومته 10 ويحتوي على بطارية 5 فولت قطبها الموجب الأعلى. مقاومة 10 اوم. كده بسطت اول خطوة اللي هي ايجاد المقاومة الكلية لكل فرع. الفرع ده كان فيه اي 1، والفرع ده فيه اي 3، والفرع ده فيه اي 2، لكن مش موضح على الرسمة اتجاهات التيار. ابدأ اوضحها، اقول له ثانية واحدة كده، التيارات مش موجودة افرضها، وفي نهاية المسألة لو الناتج طلع موجب يبقى كان فرض صح، ولو الناتج طلع سالب يبقى كان فرض غلط. وانت بتفرض خليك قريب للمنطق، يعني دايما التيار بيخرج من الموجب ونادرا لما بيخرج من السالب، فانت افرض التيار دايما خارج من الموجب. يعني الاي واحد ده مع بطاريه، اقول له شوف بقول لك انت مع بطاريه، يعني يبقى اتجاهك كده داخلها من السالب وخارج من الموجب، يبقى ده اتجاه التيار اي واحد. ده بالاي 3 مع بطاريه، اقول له بقول لك يا تيار انت تدخل من السالب وتخرج من الموجب بالشكل ده. الاي 2 مع بطاريه، اقول له انت هتخرج من الموجب وتدخل من السالب. يبقى انا كده وزعت اتجاهات التيار. كده المسألة جاهزة انك تكون معادلات. يلا بينا نكون معادلات، يلا بينا. المعادلة الأولى دائما من كيرشوف الأول، بسيطة. كيرشوف الأول كان بيقول بما أن مجموع التيارات الداخلة عند نقطة تساوي مجموع التيارات الخارجة منها. اختار لك نقطة، هل دي نقطة؟ لا، لازم دي نقطة، يا إما ده تجميع أو تجزئة للتيار. فالنقطة دي خارج منها أي واحد وخارج منها أي 3 وداخل لها أي 2 على حسب الفرض اللي أنا فرضته. أقول له داخل أي 2 وخارج أي 1 واي 3. دي المعادلة الأولى. باقي المعادلات من كيرشوف الثاني، وكيرشوف الثاني عشان يتحل ببدأ أقول له إيه، اختر مسارات بعدد المعادلات اللي أنت محتاجها وسميها. فأنا كونت معادلة وعندي 3 مجاهيل، يعني محتاج 3 معادلات، يبقى أنا محتاج معادلتين من كيرشوف الثاني، بس بسيطة. يلا يا عم كون معادلات من كيرشوف الثاني. رقم 1 اختر مسارات بعدد المجاهيل، فأنا هختار المسار ده كده وأسميه المسار الأول، والبرواز الصغير ده كده وهسميه المسار التاني، وهفرض اتجاههم كمان. وكنت بقول وانت بتفرض حاول تكون اكبر بطارية موجبة. فالمسار ده قبل ما افرض كان بيحتوي على بطاريتين صح، 3 فولت و7 فولت. عينك على 7 فولت وحاول انها تكون موجبة، وعشان تكون موجبة فالمسار لازم يدخل لها من السالب للموجب. هل لازم يعني لو فرضتها عكس هل هيطلع غلط؟ لا مش غلط ولا حاجة، لكن بحاول اتجنب الاشارات السالبة عشان بتوقعني على الآلة. طيب المسار التاني فيه بطاريتين 5 و7، عينك على الكبيره، هل الخمسه؟ لا السبعه الكبيره، حاول انها تكون موجبه اهو، عشان تكون موجبه فالمسار يدخل لها منين؟ من السالب. خلاص كده انا فرضت المسار.
كون بقى المعادلات. اقول له في المسار الاول سمشن الفي بي يساوي سمشن اي في ار. اروح للمسار الاول ده اجمع مين الاول؟ قوات الدفعه. هحط لنفسي نقطه بدايه بالشكل ده كده، وهبدا الف مع المسار. وانا بلف مع المسار من نقطه البدايه بتاعتي قابلني بطاريه، البطاريه دي اخدها بالموجب ولا بالسالب؟ شايف المسار داخلها منين؟ داخل من الموجب وخارج من السالب، يبقى سالب 3. كمل 7 فولت، المسار داخلها من السالب وخارج من الموجب تبقى بالموجب. كمل، في بطاريات، في بطاريات، وصلت لنقطه البدايه مره اخرى كده، المسار اكتمل، احط يساوي وابدا الف في المسار تاني اجمع الجهود المستنفذه على المقاومات. ابدا من نقطه البدايه، في مقاومات؟ لا، في مقاومات، ايوه في مقاومه 10 اوم اهي. فين تيارها؟ اي واحد مع المسار ولا عكسه؟ شايف الاي واحد رايح فين والمسار رايح فين؟ ده الاثنين متضادين، يبقى سالب 10 اي واحد. كمل، في هنا مقاومه 3 تيارها اي 3، واي 3 نازل لتحت مع المسار، يبقى بالموجب يبقى زائد 3 اي 3. كمل، رجعت لنقطة البداية مرة أخرى كده، اكتمل المعادلة التانية. المعادلة التالتة أقول له في المسار التاني نفس القاعدة، سمشن ال في بي يساوي سمشن اي في ار. في المسار التاني هفترض إن دي نقطة بدايتي وهلف معاها، أول حاجة هجمعها القوات الدفعة. البطارية 5، المسار داخلها من السالب وخارج من الموجب تبقى موجب. كمل، في بطاريات، في بطاريات، في بطارية 7 داخلها من السالب وخارج من الموجب، وكانت قيمتها 7 تبقى بالموجب، داخلها صح، داخل من السالب للموجب. لسه في بطاريات؟ لا، يبقى كده اكتملت، احط يساوي. ابدا تاني من نقطه البدايه اجمع الجهود على المقاومات، في هنا مقاومات، في هنا مقاومات، في 10. طيارها اي 2، شايف الاي 2 والمسار الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه، يبقى موجب 10 اي 2. في مقاومات، في مقاومه 3 طيارها نازل لتحت مع المسار، يبقى بالموجب يبقى زائد 3 اي 3. كده عندي كام معادله؟ 3 معادلات. الخطوه اللي بعدها عشان ابدا اتعامل مع الاله رتب المعادلات. تعال نرتب كده المعادله الاولى، شايف دي؟ تعال نرتبها، اي 1 زائد اي 3، وفي بره اي 2، لا دخل الاي 2 جوه عشان تبقى المتغيرات في طرف لوحدها، وتبقى المعادله الاولى اي 1، ولما دخل الاي 2 جوه تدخل بعكس الاشاره تبقى سالب اي 2 زائد اي 3. كده مين اللي باقي بره لما دخلت الاي 2؟ باقي صفر. المعادله اللي بعدها اللي هي اي 2، هات الاي 1 تحت الاي 1، فسالب 10 اي 1، تمام. الاي 2 فين؟ مش موجودة في المعادلة التانية، حط مكانها صفر. الاي 3، 3 اي 3، سالب 3 و 7 يبقى ب 4. المعادلة التالتة، فين الاي 1 فيها؟ مش موجود اي 1، حط مكانها صفر. 10 اي 2، 3 اي 3 يساوي 5 و 7، 12. كده كونت المعادلات ورتبت المعادلات. يلا يا عم هات الآلة نحل المعادلات. اشمعنى دي حلها بالآلة والتانية ما حلتهاش بالآلة؟ عشان هنا المعادلات في نفس الثلاث متغيرات، اي 1 اي 2 اي 3. اي 1 حطيت صفر مكان الاي 2 اي 3، اي 1 حطيت مكانه صفر اي 2 اي 3، مفيش متغير رابع. افتح الآلة، مود ايكويشن اللي هي عند رقم 5، معادلة فيها ثلاث متغيرات من الدرجة الأولى اللي هي عند رقم 2 معايا على الآلة بتاعتي، ما اعرفش هي على الآلة بتاعتك عند رقم كام، هتركز في الحتة دي عشان ما تتلخبطش. وابدأ ادخل المعاملات، اي 1 معامله بكام؟ بواحد، اه 1 يساوي. الاي 2 سالب 1 يساوي. الاي 3 بواحد يساوي. الحد المطلق صفر يساوي. نخش على المعادله اللي بعدها، الاي 1 معاملها سالب 10 يساوي. صفر يساوي. 3 يساوي. الحد المطلق 4 يساوي. ننزل على المعادله اللي بعدها، صفر يساوي. 10 يساوي. 3 يساوي. 12 يساوي. كده خلاص دخلت الثلاث معادلات، اول يساوي بعد اخر متغير هو الاكس، فالاكس بالنسبه لك هو الاي 1. الاي 1 طلع بسالب 1 من 10، ايه ده؟ تيار بالسالب، ايه المشكله؟ ما تتخضش، مجرد ان فرضك كان غلط، يعني راح عيد المساله تاني، لا مجرد اتغير اتجاه التيار. يعني الاي 1 طلع سالب 1 من 10 امبير. ده كمان يساوي عشان نجيب الاي 2 طلع ب 9 من 10. كمان يساوي الاي 3 طلع ب 1. التيار الوحيد اللي طلع بسالب هو الاي 1، اروح على الرسمه واعكس اتجاهه. انت اي 1 انا كنت فرضك داخل البطاريه من السالب وخارج بالموجب، وفرضت البطاريه دي بنت ناس محترمه وبتقوم بعمليه تفريغ، طلعت بتقوم بعمليه شحن، يعني اروح اعكس اتجاه التيار واقول له التيار في الاتجاه ده كده.
يعني البطارية الصغيرة دي كانت بتقوم بعملية شحن، لأن التيار داخلها من الموجب وخارج من السالب، وبكده انتهت المسألة. نشوف بقى النواتج الموجودة. الأي واحد طلع بسالب 1/10. طب هو كاتب 1/10، أيوه، أصل هو كان فرض الاتجاهات صح. يعني لو هوضحه هنا هوضح البطارية دي في حالة شحن بالشكل ده كده. الأي 2 طلع معانا ب9/10، تمام. الأي 3 طلع ب1 أمبير. كده قيم التيارات، انتهت المسألة. شوف السؤال اللي بعده. الصورة رقم 30، من الدائرة الكهربية الموضحة تكون شدة التيار المار في المقاومة R1، وشدة التيار المار في المقاومة R2، وشدة التيار المار في المقاومة R3. عندي 3 مجاهيل قبل ما احل المسألة، ده أكيد كرشف. ليه؟ في 3 مجاهيل، وأم للدوائر المغلقة أصلا ما كانش بيقدر يوصل غير لمجهولين. ثانيا، البطاريات اللي موجودة قدامك في مسارات مختلفة، يعني ما أقدرش أجمع البطارية 8 مع البطارية 3. تعالى نبص على المسألة. أول نظرة للمسألة، هل كل فرع بيحتوي على مقاومة واحدة فقط؟ فالفرع اللي فيه I1 بيحتوي على مقاومة واحدة، الفرع اللي فيه I2 بيحتوي على مقاومة واحدة، والفرع اللي فيه I3 بيحتوي على مقاومة واحدة. كده تمام. النظرة التانية، في تيارات ومفروض اتجاهها. أيوه، في عندي I1 مفروض اتجاهه، والI2 مفروض اتجاهه، والI3 مفروض اتجاهه. كده أنت داخل على تكوين المعادلات مباشرة وبدون أي مقدمات. المعادلة الأولى من كيرشوف الأول، أروح عند النقطة إيه وأقول الداخل يساوي الخارج؟ لا، دي مش نقطة، والدليل إن التيار I1 هنا هو I1 هنا. النقطة يا إما بيحصل عندها تجزئة يا إما بيحصل عندها تجميع. يبقى يا إما هختار النقطة B أو هختار النقطة دي. تعالى كده نختار النقطة B. من اللي داخل لي كبي، فالI1 داخل، والI2 خارج، والI3 خارج. يبقى أول معادلة من كيرشوف الأول، الداخل يساوي الخارج، والداخل في هذه الحالة هو I1، والخارج هو I2 وI3. دي كده المعادلة الأولى. باقي المعادلات من كيرشوف الثاني، اختر مسارات وافرض اتجاهاتها. ايه ده؟ ده فرض المسارات عليا، يبقى هكمل بقى. وليكن مثلا هسمي المسار ده، هسميه المسار الأول، وهو فرض اتجاهه أهو، فرضه مع عقارب الساعة بالشكل ده كده. وده المسار التاني هو فرضه عكس عقارب الساعة، يبقى هشتغل بيه على الوضع الموجود. تعال نكون معادلة من المسار الأول. كان بيقول summation ال VB بيساوي summation IFR. لو أنا بادئ في المسار ده، حاول تحط لنفسك نقطة بداية. هفترض إن أنا بدأت من النقطة دي، يبقى هلف داخل المسار ده وأرجع للنقطة دي مرة أخرى. وأول حاجة بجمعها هي القوة الدفعة. لو أنا بادئ من النقطة دي وماشي مع المسار بتاعي، البطارية المسار دلوقتي داخل لها منين؟ من السالب وخارج من الموجب، يبقى موجب. كمل. في بطاريات تانية، ايوه، في بطارية 3 فولت والمسار نازل لتحت، يعني داخل لها من السالب للموجب. شايف المسار بيلف ازاي؟ يعني هيعدي عليها من الموجب للسالب، يبقى تتاخد سالب. كده وصلت للنقطة دي مرة أخرى، يبقى يساوي كده اكتمل المسار كبطاريات. عيد المسار تاني ولكن مع المقاومات. الفرع ده فيه مقاومة، فيه مقاومة، فيه مقاومة، ايوه فيه 20. طيارها كان طالع مع المسار، يبقى موجب، يبقى 20 I1. كمل. هنا الار 2 فين طيارها؟ نازل لتحت، يعني مع المسار، يبقى موجب، يبقى زائد 6 I2. وصلت خلاص لنقطة الدي مرة أخرى، يبقى كده كونت المعادلة التانية. المعادلة التالتة أروح أكونها من المسار التاني. حاول تحط لنفسك نقطة بداية. هبدأ من النقطة دي، يبقى هلف في المسار وأرجع للنقطة دي مرة أخرى. نجمع البطاريات في المرة الأولى. شايف المسار داخل البطارية من السالب وخارج من الموجب، تبقى البطارية دي موجبة. كمل. المسار هيدخل للبطارية 3 من الموجب ويخرج من السالب، يبقى البطارية دي سالبة. 8 ناقص 3، وكده وصلت للنقطة دي، يبقى اكتملت القوة الدفع. نبدأ تاني المسار وأجمع الجهود المستنفذة عند المقاومات. همشي بالشكل ده كده. وصلت للمقاومة 10، فين تيارك يا 10؟ أهو I3 مع المسار ولا عكسه؟ شايف الI3 نازل صح؟ والمسار طالع، ده الاتنين متضادين، يبقى الجهد هنا سالب، يبقى سالب 10 I3. كمل. المقاومة 6 أوم، فين تيارها؟ نازل مع المسار ولا عكسه؟ مع المسار، أو شايف التيار نازل والمسار نازل، يبقى موجب، يبقى زائد 6 I2. كده كونت الـ3 معادلات، يلا نحلهم مع بعض. أرتب المعادلات وأدخل بها على الآلة. نرتب المعادلة الأولى، في I1، تعال نعد الI2 بره، والI3 نعدهم لها بعكس الإشارة، هتبقى I1 ناقص I2 ناقص I3 بيساوي 0. المعادلة التانية، الاي واحد تيجي تحت الاي واحد، فهنا 20 I1 زائد 6 I2، مفيش I3 في المعادلة، أحط مكانها 0، يساوي 10 ناقص 3 7. المعادلة التالتة، فين الاي واحد؟ مفيش اي واحد، أحط مكانها 0،
الاي 2 6 اي 2، الاي 3 سالب 10 اي 3، 8 ناقص 3 5. كده كونت 3 معادلات. يلا هات الآلة وحلهم. مود equation ايه ده كده جاهزة، دخل المعاملات 1 سالب 1 سالب 1 0 او 1 سالب 1 سالب 1 0. نزلنا على المعادلة اللي بعدها 20 6 0 7، 20 6 0 7. المعادلة اللي بعدها 0 6 سالب 10 5. أول ضغطة هتطلع يطلع معاك الإكس، قيمة الإكس 215 من 1000 اللي هو I1، 215 من 1000 أمبير. كمان إكس 447 من 1000. كمان إكس الأي 3 اللي هو الزد طلع بسالب 231 من 1000. نشوف الاختيارات. الاي 1 كان 215 من 1000، فالخمس تدي للواحد ويبقى 22 من 100، نختار رقم الف. طيار اي 2 447 من 1، فالسبعة تدي للاربعة واحد تبقى 45 من 100، الاختيار رقم جيم. الاي 3 231 من 1، فالواحد متديش للتلاتة حاجة يبقى 23 من 100، وكانت بالسالب يبقى الاختيار رقم ب سالب 23 من 100 أمبير.